وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي مع قاعدة أخرى نلقي عليها مزيدا من الضوء ونفرع عليها بعض الفروع. قاعدتنا اليوم تقول: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الأصل في الأشياء الإباحة قاعدة مشهورة يستخدمها الكثير عند الفتوى، لأنها تمثل مساحة العفو في الشريعة، وهي قاعدة متولدة من القاعدة الكبرى: اليقين لا يزال بالشك. الأصل في الأشياء الإباحة عند جمهور الفقهاء، وذهب السادة الحنفية إلى أن الأصل في الأشياء التحريم، والخلاف هذا يترتب عليه أن الإنسان إذا لم يعرف حكم شيء عليه أن يتوقف فيه إلى أن يعرفه. أما الأول الذي عليه الجمهور فإن له أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يفعل ما يشاء إلى أن يثبت العكس. إذن سيظهر الخلاف بين الجمهور وبين السادة الحنفية في مسألة المسكوت عنه في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحل الله فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث يؤيد الجمهور أن المسكوت عنه في الشريعة عفو من عند الله سبحانه وتعالى، وسكت عن أشياء من غير غفلة منه فلا تسأل عنها. وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا أن نقل السؤال، وأرشدنا رسوله كذلك. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتركوني ما تركتكم. يريد التخفيف على الأمة، ويريد أن تكون مساحة العفو كبيرة. فالأصل في الأشياء الإباحة تنفعنا في كل المحدثات، لأننا نعلم أن لله سبحانه وتعالى حكما في كل فعل بشري، قل أو كبر أو كثر فإن لله سبحانه وتعالى حكما فيه. المحدثات كثيرة، كل يوم تواجهنا محدثات وتخرج أطعمة ومآكل وملابس جديدة. فالأصل في الأشياء الإباحة، أي أننا يمكن أن نتناولها إلى أن يقوم دليل على ضررها، على حرمتها. الدليل هذا قد يتأتى من الواقع، وقد يتأتى من الشرع. مثال ذلك الحيوان المشكل، أمره لا نعرف هل هو حلال. حيوان معين لم أسمع به من قبل، هل يجوز لي أن أذبحه وأكله ولا لا يجوز؟ اختلفوا في الزرافة. الزرافة وسميت هذه بمسألة الزرافة عند الفقهاء. الزرافة معروفة، حيوان معروف، له عنق طويلة وكذا إلى آخره، وليس له ناب، ويأكل الحشائش. هل يا ترى الزرافة مثل الغزال ومثل البقر ومثل الإبل والبقر والأنعام، أو أن الزرافة هذه لا يجوز أكلها؟ فبناء على هذه القاعدة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة،
أباحها من عرضت عليهم الفتوى في ذلك. أقرب إمام نص عليها هو الإمام أحمد. لم تعرض هذه المسألة على الإمام مالك ولا أبي حنيفة من قبله ولا الشافعي من بعده، إنما عرضت على الإمام أحمد، ولذلك هناك نص عن الإمام أحمد بإباحة الزرافة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد الشرع بتحريمها، وهي تأكل الحشائش وليس لها ناب كاسر ولا مخلب، إذن فلما لا نأكلها؟ فقال بعضهم إذا كان الأمر كذلك فلما لا نأكل الفيل مثلا. الفيل نص الشافعية على حرمته، أننا لا نأكل الفيل. لماذا؟ والأصل في الأشياء الإباحة. قالوا الفيل مستقذر عند العرب، كانت العرب تستقذره، وهناك فرق بين الاستقذار وهناك فرق بين أن تعافه النفس، في فرق كبير بينهم. إذا استقذرت العرب حيوانا فيحرم، لأن الشرع الذي نزل بلغة العرب وخاطب العرب خاطبهم ولم يخرجهم من الحكم على هذا الحيوان بالاستقذار، فكأنه وافقهم عليه، ومن هنا حرم الفيل لاستقذار العرب له، لكن الزرافة لم يستقذرها العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عافى الأرنب ولم يأكله، وقال سمعت أنها تحيض، حدث له نوع من أنواع ما يسمى بالقرف، والقرف كلمة عربية. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضب، والضب يأكلونه في نجد ويستبدون به، قال رأيته ليس بأرض قومي فأراه أعافه، يعني كأنه نفسه لم تذهب إليه، ولكنه ترك خالد وابن عباس يأكلان من الضب أمامه. إذن هناك فرق بين الاستقذار وبين أن يعاف الإنسان شيئا معينا. كثير من الناس لا تحب اللبن، لا تحب الشيء الحلو أو الشيء البارد أو الشيء السخن، طبائع مختلفة، فهذا ليس له علاقة في التحريم، ولا يحب أكلا معينا بوصف معين، لكن هذا ليس له علاقة بالتحريم. الأصل في الأشياء الإباحة. النبات المجهول أو الجديد، لما خرج الكاكاو والكولا، نبات الكولا والدخان والقنب الذي هو الحشيش، المخدرات والأفيون، كل هذه نباتات، ولكن هذه النباتات لما خرجت أول مرة تحير فيها الفقهاء، إنما حسمها الواقع، وتأخر الحسم في بعضها ولكن حسمت في الأخير. فالشاي والبن والكاكاو والكولا وجدوا أنها بالواقع لا تخدر ولا تسكر، فقالوا بحلها. والحشيش والقنب، القنب هو الحشيش، الأفيون، قالوا بحرمتها لأنها تخدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. ولكن الدخان تأخر القول فيه، أباحه بعض العلماء ثم حرمه بعض العلماء، الآن ثبت ضرره قطعا فحرمه أغلب العلماء، أكثر علماء أهل الأرض على تحريمه بعد أن ثبت قطعا ضرره. لكن النبات المجهول الأصل فيه الإباحة، ومن هنا جاءت هذه الإباحة. فلا يستدل واحد بإباحة الدخان بأن الشيخ فلان في القرن الفلاني كان يبيحه، لأنه كان يبيحه طبقا للقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلى أن وصلنا إلى القطع بحرمته بناء على واقعه. احفظوا هذه القاعدة فإنها مهمة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.
إلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.